حياكم الله مرة ثانية لثاني أحسن لعبة في التاريخ Resident Evil. معك أخوكم عبد السلام، ونكمل الحين تكرمونا بروح المجاري وراح نحارب شوية حشرات. حتى الحشرات ما خبرنا أنها كالصعبات، خبرهم بعد يجد عن جواهر على كل قتلة فلهم فايدة شوي. أوكي، أقسم برب الكعبة، خلوني بس أوضح شيء. أقسم برب الكعبة إنه مو أنا ما أجمعهن يعني، وأنا ناوي اللعبة شوف شلون قامت تجدعني. خافوا والله يا ناس، خافوا والله، ما يصلح ما يصلح ترى. هرجع رتب الشنطة. والله يا عظيم اني انا ما اسوي هالشيء هذا وانا متقصد، والله يا عظيم يعني اللعبة هي اللي قامت تجدعي القنابل. انا خلاص انا اقول اوكي الحين جامد استخدم قنابل عشان تساوي مساحة زيادة وتحتاج مساحة الحين، بس اللعبة نوب. خبرك يعني بدك تسمع كل صوات احد يتحرك زي كذا، تسمع تك 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 تك. خبر انا خفت هنا اول ما جيت، ما انساه. طبعا لو نحاول على القناص الثانية ليه؟ لانه في سبب واحد بس. حلو، لو تركز شوف هاي حشرة هنا تشوف فمها حلو، فا اوبس اوكي اختفت ضيعتني. بعدك تعرف اذا الليزر نفسه من الليزر نفسه، اذا شفت الليزر يعني عالق راح مو بعالق يعني تشوف تبعد، معناته انه ترى يعني في حشره قدامك. الليزر احسن انه كب كذا هنا باللعبه بكثير. ملعب مدري الحبل اللي تحت. اوكي اوس اوكي، مكان ضيق مكان ضيق. يمشي عجز ينزل. اخيرا مات. عملية ثانية مو بهنا. ديد ايز. اخيرا. جرين ايز. الحين كل الجوارب بدك تروح تجمعها تبيعها، شكل قتال الوحش هذا يعني له فائدة. ابغى لما لعبة ابغاه تسوي وحش مختفي، ابغاه فعلا مختفي، يعني مو مثلا ما يديك تشوف، لا يعني لازم تنتبه مثلا لحركات المويه كذا حولك يعني تعرف انه هناك. اكثر من انه مثلا في يعني تقول شبه مختفي يديك تشوفه او في ليزر راح يصير واضح. كان بدي نسوي كيك والكيك كانت رهيبة. يلا يلا ان شاء الله في وحش ثاني راح يجي يسوي له كيك، لان الكيك رهيبة والله. او اللي كان يميني الجواهر، تخيل الجواهر والجوائل كذا الترجر ياخذ مساحة من الانفنتوري نفسه. هذا راح يصير شيء فكرة غبية. لويس ميموري بابا يتكلم لك عن حشرات. يا طول عمر انا عارف اني شلون اذبحهم. كيك. يس كتكم بضبخ بجيبه. شكرا. خل طلقات الشاتجن هنا لان اصلا طلقه واحده فبعبي اصلا. لو مثلا قلت طلقتين وشي زي كذا
منها خمس ولا شيء زي كذا ذيك الساعة رتبته، بس واحدها بعبي اصلا قريب. واحد شكل جدعوه الحشرات قالوا له كلوه، ودي ايش كان ردة فعلهم، قالوا له راح تقابل لورد سادلر هو ها والله، واخذوه جدعوه هنا. راح يحس انه انهك عليه بقوة. ثم يجيك الميم اللي يقول ناكن الله they had us in the first half. صوت خبره اذا ولعنا هذا راح يجونا برضو حشرات. حلو جرين اورب ممتاز، طاقات شاتجن عشان حطيته هنا زين رتبته. الله وش تسوي الحين يا طول عمره ما اخذنا هذا الفانوس او اللمبه، وش تسوي؟ تسوي كمباين. حلو الحين خضراء حمراء، بقت لنا الظهر واحده زرقاء تكي تجمعهن وتحط وترتب عشان ياخذ اعلى. خلنا ناخذ الماي الحين وننزل. يعني لو انهم وحوش ثانيين كان يمكن سحبت عليهم، حلو، بس هذول ودي ابريهم ليه؟ عشان جواهر. انا ما ادري اذا في نمط معين للجواهر يصير له دروب او انه عشوائي. يعني شوف عيونهم تتغير. كل ما ذبحت كذا عادي يجزع لي جرين. كيف طلقات امو؟ ايه طلقات امو يا سلام. ما عليك مي اندرستاند انجلش. هذا جاء. اوكي اوكي اوه لا. يجب تسمع صوت كهرب. لا 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 كثارهم الحين. كيك اثنين جرين. اه يس اخذنا بلو كفو. الحين كملنا الفانوس او اللمبه. حلو الحين راح يشوف ذا يقول I'll buy it in a high price. وراي ذكرت نايس. ما الصوت؟ اوه لا الظاهر اني عرفت. ودي اتفلسف واقول الغرفة ذي ما عمره احد مات بها والحين راح اموت بها انا. الحين عاد تقدر تفلسف، ما عمر واحد مات بذي الغرفة زبالة. الله الظاهر الحين عرفت وين احنا الحين بنروح، وانا احتاج المساحة هالحين. اوه عرفت موليانس بيبي هوريمانس بيبي. سوي يا طويل العمر. بعدين يستخدم القنابل كلها بس ابي اتاكد انهم يموتون، لانهم اذا هجوا راح انكب. اوكي اه صح خاف الجواهر الحين تروح، يعني ما اتوقع انه هني يختفن، بس برضه ما ودك تجازف، فهمت علي؟
حلو، الحين افتح المكانين. طب على طول تحت. ممتاز، جمع كل شيء. حلو. لأنه إذا هج واحد الله يقفل الباب بعد وراهم، فما يمديك تجيبه. وصراحة هدف الرئيسي بينهم كان ذاب ولبس أحمر. آه خلاص قنابل راحن. أعتقد الحين عندنا زي ما تقول مساحة شوي فاضية. خلنا هنا بس. يلا كمل رقيتنا فوق. أخبر هناك بعد في صندوق أنا ضيعته. وضيعته تركته أنا لأني قلت أهم شيء الجواء اللي تحت التريجر لا يضيع. يعني إذا ضاعن يعني مهما كانت الجائزة اللي بالكنز ما راح تسوى اللي تحت. لا أنا خبر كم معي ذاك السلاح اللي يطلق المايند، كنت دائما أجي أخذه. حسيت حمي قناعين، أنا الحين ما كملت القناع الأول. شوف يعني الحين لازال ناقصني هنا هذا كم واحد. زين بندنس لوس امانس مانيفستو. بدي ناخذ الحين هذا وبيعه هناك. الحين جمب داون يلا. وش قاعد يتعبدون هنا على فكرة؟ يعني وش السالفة هنا؟ بس موقف يقول اومينس بيبي بس. ويلكم. Got some. What are you buying? انطورت الريد ناين فوضع سنين مش شك اني بطوره بس شوف كم يجيب بسعر محترم. اوكي يلا ليتس جو. ظاهر نعرف الحين وين بنروح. الموسيقى دي هذه رهيبة. هذه برضه احد الاشياء اللي توصف ريزنت ايفل. كاس مومنتو. يعني الموسيقى وليون عشان كذا في سبب معين ليش الناس لما تقول ليون يذكرون ليون حق ريزنت ايفل 4 مو بليون حق ريزنت ايفل 7 مو 7 6. ليون حق ريزنت ايفل 6 كان الذين هج. عشان على طول اوتوماتيك لما تقول ليون الناس ليون من ريزنت ايفل 4 مو بليون من ريزنت ايفل 6. ليون من ريزنت ايفل 6 ما كان ينكت ولا شيء. يعني لازلت حتى بعد مع الريميك حق ريزنت ايفل 2 لازلت اتذكر ليون هذا. يعني اللي لعب دور ليون وكل شيء بريزنت ايفل 2 كان وضعه اوكي كويس بس ما في احد راح يهزم. اوه لا ما في احد راح يهزم ليون بريزنت ايفل 4. يلا كسرهن كلها من الحين عشان افتك ما ترو. Oh no! Suplex! شاك السادلر يشوف الحين ليون كاميرات ولا شيء يشوف يسوي سوبلكس يقول يا ساتر خلاص شلون هزم ذا. أصواتهم كذا لما تسمعهم سيدر وكذا يعني تحس يعني مربكة يعني الصراحة. يعني مرعبة كذا لو تسمع الحالة مثلا اتوقع مثلا بلعبة يعني ناوي تصير رعب 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 يعني اتوقع ان راح تصير مرعبة اكثر. يعني زي مثلا كان عندك لعبة كول اوف كثولو يعني تخيل تسمعهم كذا يتكلمون وتقعد تتمشى راح تصير مرعبة شوي. الحين راح يجيك يهج من هنا.
أنا بحبشة حنا الحين. سبحان الله لازالت أقوى سلاح باللعبة لازالت السكين. الحين نجي من هنا. في هذول هنا ذهب خذهم. ثبت. عمل بيمشي من هنا. عمل ذاك بعد أنا غلطت أثري. مويري مويري وقولي. انقلع. محتاج قناص انا. سلام الرصاص قرب يقضي. معلش طب الصوت اذا المايك لقط الصوت بس. ياب الحين راح يجينا بالرشاش. يعني نسيت اشتري الطاقة. انا اقول وش ناسي اشتري. اوو اوكي هو استهبل الوضع ولا وش سالفته الحين. اوو لا 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 اوكي انا قاعد اطلق على ايه اخيرا اطلق عليه. لا ما طلقت عليه. اي الذين اشوف انا الجلد طالع. شكلي قاعد العب سيج كثير ف ما هنا انا سعيد. اوكي يلا ممتاز. طاقتي الحين رايحت فيها. ليتني شاري طاقة. مايك الحين بيعطوني طاقة الحين اكيد ان شاء الله يا رب. تكفون طاقة لو بيضة. انا راضي ببيضة. اوكي ننزل. انا نسيت يمدينا اطب من هنا. اتس لوكت. شكرا. Sacrifice of six lives shall make true path. Shall make way to the true path. Okay. Okay. لازم سكرفايس. طيب هذول ستة الحين. اوكي nothing's happening. يعني شلون لازم اخليهم كلهم مشنوقين يعني. او لا ظاهر اني عرفت. كذا طيب. هي ما خبرت ذيك الصعبة. 1 2 3 اصبر 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 كذا كذا. What is happening؟ اوكي ما خبرت ذيك الصعبة. كذا
كذا. اوكي ما ادري انا غريب استغربت لحظه براهي صعبه. اوه لا منسينج. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Oh, it is beat. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't understand as a diminutive Ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Oh, Leon الحين ندم قال اخليته وثبت له. Get rid of our American friend. بعد الشيء اللي احبه قال احنا ما نبيك يا ليون، نبي اشلي. ما خبرك انت مسكته. يعني مو المفروض تعرف وين اشلي من هذا قصرك؟ اوه كافو ذهبية، اوه ابي خضرة انا بس. ان شاء الله القى خضرة الحين راح تفيدنا. انا ديك تحلبوا هنا بس ما اضيع وقت. مهمتك اوه كافو. مهمتك تبدا تضغط ازرار هنا. هذا الزر سكرت سيستم. اه لا لازم تمس. لازم ديأكتيفيت. اه يب لقينا اول قطعة من اللغز. اه لا لا سوبلكس حتى هو يمطيح يقول لا لا ليون لا تسوي لا تسوي الانفيمس. او لا لا تسوي الانفيمس سوبلكس حقتك. يعني ابي اشوف ليون يسوي سوبلكس على مستر اكس. ليه لا؟ ليش ما جابوا هذا بريزنت ايفل 2 ريميك؟ ذيك الساعه راح يصير الريميك ممتاز. وينهم هذولاك؟ ساتر ساتر انهم يقولون عيون ذا. او هذا راح ينزلني. وينهم؟ طلعوا لي هذول توحقين قناصات بس وينهم؟ او لا لا بعشك بالغلط اصبر بسوي سوبلكس. اه انت غبية. يجبني بال حقين ال حقين القرية ما يديك تسوي عليهم سوبلكس بس هذول ليون قال لا. اوه اه بسم الله الرحمن الرحيم فتحت الباب اللي طلعين بوجهي. لا اله الا الله يا ناس. اه لا يطلع قلت اوه وش فيه هنا برا؟ بوم احم بازوكا. ساتر. يس اول قطعة. مع الشيء اللي عجزت افهم انا هذا المخلوق الكايميرا، يعني شوف راس اسد راس اسد ذيل حيه اوكي هذا كول. اه تذكرت المكان اللي هنا يا هو. انا اوكي انا دي بدي اتمدح القصر اقول فيها اماكن حلوه بس عندك في اماكن ثانيه زباله. يعجبني امدح القصر. ما عليكم القصر حلو ثم لو بكذا خياس بس المكان ذا خياس بس كان ذا برضه خياس. شو اقول يا ساتر عبد السلام وش بقى؟ طبعا نديك هنا
ما اذكر لو يجدعون ما ادري لو ما يجدعون ياب ضيعت قنبلة فلاش بانج على الفاضي انا صنع بالمساحة هذه الصراحة يلا ليتس جو طبعا المكان اللي هنا ما راح نقدر نجيها حاليا راح لازم نجيه بعدين راح نجي هنا مع آش لأن هي الوحيدة اللي تقدر تركها طبعا الشيء اللي بعدين تدري عنه وشو ليون معه زي الحبل بحسامه يعني ما يمدي يستخدم الحبل هنا ويرقى لأنه هنا جوا يعني هنا جوا راح نلقى البروكن باترفلاي الماجنم وهذا نبيه حلو حلو طاقتين يلا ترزقني حتى بعد حقين اللعبة عارفين يقولون عارفين المكان ذا اللي توجه خياس فاخذ طاقة كده نضبط كل شيء نعبي الشوتجن لأن نستخدمه هذا هو المكان يا كريلو هذا المكان يا هو مقرف 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 يجيب لي ما عليك مقصر حلو وفجأة تشوف خلال ماكل ما ارجع موضوع يا اخي الكايميرا هذا مخلوق زي ما تقول يعني خرافي خلوني اخلص سالفتي قبل ما تقطعوني مستر كينيدي still alive I see so do you like my garden I see you've managed to work in a little of your twisted taste here too hey sagacious as I am even I get lost here sometimes even if it takes your whole life you'll never get out do you know that no one dies without a cause you will satisfy the stomachs of my cute pets Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Two rats? Lewis. Who's the other? Ada. An intruder besides me? شوف, يقول, you will get lost. الحين شوف أربعة بأربعة, يعني ما أتوقع أني راح أضيع. صدق, يعني جبل الحديقة يعني بمراكل كبيرة. Let's go. خلى العذاب يبدا. انقلع. زال في كلام اصوات. كريم. يا يعني نكره المكان ذا ثبروا اوكي ما في حد يجيبني حتى بعدين ما في موسيقى عشان تسمع صوت الكلاب زين كان طريقة الشوتجن اللي راح استخدمها الحين قلع يا نكرههم بوس وحوش ذول مزعجين يلا خلنا نحاول نلقى القطعة الأخيرة ونمشي أنا خلاص لقيت القطعة بسحب على المكان بسرعة المفروض أروح من هنا مع الجسر أول واحدة باقي الثانية خليني بتوقع كلاب يطلعون لي الحين زي الحين بسم الله نزيد اوكي يلا طقيت رشاش واو
يعجبني بالشاتجن تاخذ مثلا شكل ثاني مثلا الشاتجن تاخذ اكثر من شكل، مسدس نفس الكلام، القناص نفس الكلام، بس الرشاش لا يقعد على التي ام بي. بس قاعد على التي ام بي وتاخذ رشاش بعدين اذا ختمت اللعبه. هذاك الرشاش اللانهائي. انا كو انقلع طالع عشك بوقت غلط. اوه الحمد لله. اوكي وين القطعه الاخيره؟ انقلع. يكون عافي على الذهب بس ابي رصاص. هذا هنا لا يعني جوهرة حلو، راح احط باقي ناعم برضه. حلو الحين بس باقي لنا جوهرة واحدة واقدر ابيع القناع ذا. وراي وراي كي ابن الذين ارجع. ما بدك ترجع. ساتر كم كلب عنده. وين الأخيرة؟ طارنا على اليمين. أنا رحت هنا على اليمين. أوه. يا ساتر يوم شال نص طاقتي. اثبت. الله. بسرعة لاني عارف عمري انا الطاقة راح تروح. كفو حمراء. هذه هي؟ نقول اني ضيعتها؟ لا شو الحمد لله طاقة. يعني النص الاول بس وين النص الثاني؟ يلا لان بعد هذه المنطقة راح ينتهي تشابتر، يمدينا ننهي الفيديو. الله الله يمدينا نمشي. ودي اشوف لعبه يسمون كروس اوفر، تشوف ليون يعني هالحين حق فور يقابل ليون حق 6. اتوقع يزبد له. واو انت بثر. واو انا بكبر بصير كذا. الو الله خلنا نطلع. اخيرا افتكينا. تو ميك وان يعني ما يحتاج ترى التلميح، حرفيا لغز حل لغز جنبي. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Wow. يجيب لي جد هذا فك السكين ما جد على مسدس. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. لا تسوي زي ذا بوس. تلقاه مسدس كذا. يجيب شوف. Long time no see. قال لي انا ما اعرفه حلو على طول، بس النظارات هك هي اللي هكت هي اللي قفطت. قال له خلاص. True. About what? ما عرفتك انا بسبب النظارات. Working with Wesker. زي قاعدة سوبرمان. I've been doing your homework.
Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? يعجبني نظرات فلاش باك. See you around. Ada. مديك تلحقة. Ada. ما لخلك. أنا هي بظهر Resident Evil 2 صنفة كميتة كذا. يلا. لا بس عجيب شوف ما أعرفه من قرب وشفق وحرفيا نزق بوجهه ما أعرفه بس فكت النظارة خلاص أو واو Ada. يعني ليون الله يهديك بس. هذا اللي أقدر أقوله. يلا راح أوقف مقطع هنا شباب يعطيكم ألف ألف عافية على المشاهدة إن شاء الله. أو تحتاج بالغلط يا رجعنا إن شاء الله راح نكمل التختيم ونشوف الحين ننقذ آشلي لأن ظهر بعد التشابتر ثم بعد التشابتر راح نلعب بآشلي و الله يعيننا كما أقولك عبد السلام ومع السلامة.